مبادرات عديدة يقوم بها الأهالي، المجتمع المحلي، الجهات المختصة والمعنية لإغاثة أهالينا الذي ضرب الزلزال بيوتهم ومنازلهم وأصبحوا في العراء. نحن الآن في غرفة صناعة حلب، طبعا لجنة سيدات أعمال غرفة صناعة حلب تقوم أيضا بمبادرة مهمة لإغاثة أهالينا في مدينة حلب. تفاصيل أكثر معنا سيدة آني ماركوسيان، رئيس لجنة سيدات أعمال غرفة صناعة حلب. آني يعطيك العافية. يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم. كل الناس بهذا الوقت عم تحاول تشتغل قدر الإمكان على قدم ساق وساق على مدار الساعة من أجل تقديم الدعم لأهالينا لحتى يقدروا يوقفوا على إجرهم بظل هاي الظروف. شو بتحبي تحكي عن المبادرات اللي عم تقوموا فيها أنتوا هون كلجنة سيدات أعمال غرفة صناعة حلب؟ من أول يوم للكارثة اللي حلت ببلدنا بحلب، الزلزال المروع اللي ضربنا وفي كتير عالم تشردوا، في كتير بيوت تهدمت، في كتير شهداء عنا. غرفة الصناعة من أول لحظة عملنا لجنة إغاثة وحاولنا نوصل لأكبر عدد ممكن من المتضررين. ونحن كلجنة سيدات أعمال دخلنا بقسم حليب الأطفال وحاولنا نوصل لأكبر عدد ممكن من الأطفال في المراكز والمساجد والكنائس. معنا رشا دانيال، طبعا أمين سر اللجنة. رشا، خبرينا بداية عن مبادرة المرحلة الأولى، وين الأماكن اللي استهدفتوها؟ هلا المرحلة الأولى كانت أنه نحن نقدر نأمن حليب أطفال حديثي الولادة لعمر السنة تقريبا مع حفوضات الأطفال للناس يلي تضررت أكثر شيء ونزلت بيوتها بالزلزال، نزلت بيوتها وما عندها مأوى وما عندها مكان تقعد فيه. وزعنا مراكز الإيواء مثل الجوامع، المدارس، الكنائس، وزعنا وفي أماكن كتيرة مثل الحدائق كان فيها ناس قاعدين بخيام وزعنا فيهم، في كتير مراكز إيواء. نعم، شكرا لك رشا دانيال، أمين سر لجنة سيدات الأعمال بغرفة صناعة حلب. مثل ما شفتوا المرحلة الأهم والمرحلة طبعا هي الأكثر إفادة ممكن نقدمها للعالم هي توفير المنازل للناس، يعني عملية استئجار المنازل للناس لحتى هي تقدر تعتمد على نفسها. مشكورة جهود غرفة صناعة حلب وسيدات الأعمال، وأكيد رح نشوف نحن العمل اللي رح يصير على أرض الواقع وقت نحن رح نجيب هدول الناس ونسكنهم ببيوتهم ليبلشوا حياتهم من جديد. تحية لكم.